أهلا بكم. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن ولأول مرة بإقامة قراء جدد، وتسبق هذه الرتبة تحضير لمنحهم رتبة الشدياق، حيث يطلع القراء في الكنيسة بمهام عدة أبرزها إعلان القراءات المقتبسة في الكتاب المقدس خلال القداس وسائر الشعائر الدينية، بالإضافة لنشرهم كلمة الله في الاجتماعات الليتورجية. وبهذه المناسبة أقيم قداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن. إلى التفاصيل. أقيم في كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام قداس احتفالي جرى خلاله إقامة قراء جدد للبطريركية اللاتينية، حيث منحت هذه الرتبة ل22 علمانياً رشحوا من قبل كهنة رعيتهم. وترأس سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، الذبيحة الإلهية بحضور المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا، والبطريرك فؤاد طوال، والمطران سليم الصايغ، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين، وبمشاركة جوقة قلب يسوع الأقدس للاتين في التلاع العلي. وجد الفقرة التي ورد فيها روح الرب نازل علي لأنه مسحني. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة القداس التي عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة الهامة والتي يتقدم فيها هؤلاء القراء حاملين مهاما تتمثل بالتأمل بكلمة الله وإعلانها في الكنيسة كخبر سار يصل إلى جميع المؤمنين ويلامس حياتهم. هو أن تفسروا للذين يتقدمون إلى الأسرار، أن تفسروا معنى الأسرار بناء على كلمة الله. بإمكانكم وحسب طلب كاهن الرعية، بإمكانكم أن تحضروا الأهل لنيل سر العماد، أن تحضروا الأزواج لقبولهم سر الزواج، بإمكانكم أن تحضروا للمناولة الأولى والميرون، كل وفقاً للدعوة التي دعي إليها. فالمواهب متنوعة وكل واحد يقدم للكنيسة وفقاً لما وهبه الله من وزنات. إخوتي وأخواتي، أبارك للمرشحين لدرجة القارئ، أتمنى لهم عملاً خصباً في حقل الرب، والعمل كثير، وأطمئنهم بأن ما يقومون به ليس بطاقتهم الشخصية. إذا كنا نعمل بمقدورنا وطاقتنا فقط فنحن ضعفاء بطلون، إنما نحن نعمل بقوة الروح القدس الذي يرافقنا في عملنا. لنبتهل إلى الله الآب كي يفيض بركته على إخوتنا هؤلاء الذين اختارهم لمهمة القارئ. وخلال القداس تقدم المرشحون لرتبة القارئ لاستلام الكتاب المقدس ليكونوا أمينين في نقل كلام الله ويثمر في قلوب الناس. إليك الكتاب المقدس، فاحرص على أن تكون أميناً في نقل كلام الله حتى يثمر في قلوب الناس. آمين. من أجل أن يبارك إلهنا القدير خدمتنا الجديدة ويزيدنا قوة للعمل في حقله ونشر رسالته، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب على نية جميع القراء الجدد وعائلاتهم، ومن أجل خدمة الكنيسة جمعاء ونشر رسالة الكلمة بين مؤمنيها. مبروك مبروك لقراءنا الجدد.
واختتم القداس الاحتفالي بالتهنئة للقراء الجدد وعائلاتهم وتبادل الصور التذكارية.